استقبل معالي المشير ركن الشيخ خليفه بن احمد ال خليفه القائد العام لقوات دفاع البحرين في مكتبه بالقياده العامه صباح اليوم معالي السيد سردار اياز صادق رئيس الجمعيه الوطنيه بجمهوريه باكستان الاسلاميه والوفد المرافق بمناسبه زيارته للمملكه بحضور معالي السيد احمد بن ابراهيم الملا رئيس مجلس النواب وسعاده الفريق الركن يوسف بن احمد الجلاهمه وزير شؤون الدفاع وساعدت الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئه الاركان. خلال اللقاء اشاد معالي القائد العام لقوات دفاع البحرين بعمق العلاقات القائمه بين البلدين الصديقين والتي تشهد على الدوام تطورا وتقدما في مختلف المجالات، اضافه الى مناقشه عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.